لندع هذه القافلة يا مان، فأمرها غريب. ما الغريب في أمرها؟ كثرة إبلها وما تحمله وقلة رجالها، لما يمشون بهذا البطء؟ من تعب المسير وثقل أحمالها، فلنريح مما تحمل. انزل انزل. ألست أنت القائل العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد؟ بلى بلى بلى، قلت هذا. فإن أنزلتك منزلة العبد وقرعتك بهذه العصا، أم تراك حرا؟ أعدك بعذاب تتمنى حينه لو أن أمك لم تنجبك. ما مر يوم علي إلا وحمدت الله سبحانه وتعالى بأن ولدتني أمي لألقى أمثالك. ويحك، ألا تتبصر أي مآل أنت سائر إليه؟ أليس الأمر بيدك؟ بل بيد ابن الحكم. ما أحسبني سألقى مروان ابن الحكم هذا اللقاء؟ فماذا تظن إذن؟ أظن بأنني في نهاية المطاف قاتلك. ويحك، فلو خليت عني حفظت حياتك. ما رأيت مأفونا مثلك يكابر في ضعفه وقلة حيلته، وما رأيت مثلك يزهو بنصر زائف سينقلب عليه. لا تدفعني إلى قتلك. لن تقدر، فقد أمرت بأن تسوقني إلى أسيادك، ولن تقدر حتى على هذه. فالميت لا يسوق حيا. بما تهددني؟ بما قلت. أطلقني وإلا فإني قاتلك. خسئت. هذا سيف الذي سلبته مني وتوشحت به، لا أقتلك إلا به. نهض، قم. فلست أقتلك إلا واقفا لأرى كيف تخر أرضا. فإن خليت سبيلك وأطلقتك قد فاتك هذا. ما كنت لأقتلك حين أمسكت بك، ما كنت لتملك هذا، وإلا فعلت. ألا ترى وقد يقتلك من بعدك؟ مقتلك بيدي أكرم لك. أرى إنك لا تستحق حتى الموت. أنا أجدر منك بالحياة. شفت